السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي ومتابعيني ومتابعاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ أخباركم؟ الله يدخل علينا هذا الشهر الكريم هذا بالصحة والعافية والزيادة في الرزق والمغفرة إن شاء الله يا رب. صح، أنا أكيد راني ما بقيتش غادي نبقى نعاود ليكم، وانا كالعطاد انا تعطلت عليكم، وكل فيديو من هذا القبيل هذا راه كل واحد وظروفه. طبعا انا اللي خلاني فعلا انني نتعطل عليكم ومن يعني ما نبقاش ننزل فيديوهات هو انه النفسيه شويه مخربقه، ما كاينش يعني اليوتيوب مؤخرا كيعطي اهميه لبزاف تاع المواضيع اللي هي ما هيش ذات قيمه، والمواضيع اللي هي ذات قيمه واللي فيها اشياء اللي كتفيد المجتمع وكتفيد الناس ما بقاتش كتقترح، فكيجيك نوع من الاحباط انك تصور اخر مره. والله العظيم اخر مره البنات صورت معكم هذيك المبخاره، تخيلوا انها مازالها في 124 تقريبا دي المشاهدة، يعني لها أسبوعين تقريبا، أسبوعين أنا ما نزلت شي فيديو، كنتظر كنشوف ردة فعل الناس، ردة أشنو هو اللي، ولكن ما كاينش يعني ما الفيديوهات ما بقتش كتقترح نهائيا، الفيديو ما بقاش اليوتيوب على العموم ما بقاش كيقترح هاد المواضيع اللي حنا اللي كنناقشوها واللي، فأنا ما عرفتش لحد الساعة كنقول بغيت نغير المحتوى، ولكن ليش غتغير المحتوى؟ ما عرفتش اي اتجاه بغيت يتغير المحتوى، خاصة الانسان اللي ما عندوش في المحتويات ما كيعرضش حياته الشخصية، ما كيجيبش مشاكله، ما كنجيبوش مشاكلنا، ما كنجيبوش مآسينا، ما كنجيبوش الحياة يعني اللي سكخي الخاصة ما كنعرضوهاش، يعني ما كتعرضش كتطلعي بفيديو محترم، ما كتجيبيش مشاكل الناس، ما كتقصيش، ما كتتبعيش الهفوات ديال الناس او ديال اليوتيوبرز وتجيب عليهم رياكشن، ما كت هذه المحتويات اللي هي طالعه احنا ما كنديروهاش، احنا هذه المحتويات اللي احنا ما كيمكنش لينا اخلاق، لا اخلاقنا ولا تربيتنا ولا ولا ولا, ولا, ولا يعني الاشياء اللي تربينا عليها ما كتسمحش لينا اننا نديرو هذه الحاجات هذه، فبالتالي كنحسوا ان اليوتيوب هذا بحقنا، صراحه هذا بحقنا بزاف بزاف. صح كيطلعوا قنوات ديال الطبخ واحد الفتره، يعني كتطلع واحد القناه كتلقايها راها طلعت، ولكن بعد فتره كتلقاي صافي راها ما كاينش، ما عندهاش مشاهده، اغلب القنوات يا اما هما تي ديال الروتين اللي هما طالعين، مع احترامي للروتين تاع انا كندير روتين وهكا، ولكن كاين روتين من نوع اخر. جربنا كل شيء، كاينين صديقاتي على اليوتيوب حتى هما كيعانوا نفس المعاناه اللي عندها الطبخ، ولا اللي عندها شو اسمه، ولا اللي عندها الاعمال اليدويه، ولا اللي عندها في التجميل، ولا اللي عندها في ما بقاش هاد المحتويات تطلع. خلاص كنقول لكم انايا واحد النوعية من القنوات محترمة، وفتحت بكري القنوات ديالها، بحالي انا فتحت بكري القناة ديالي، يعني راه من 2018 تقريبا، ومازال احتفل المجمل ديال المشاهدات مازال تحت 50، يعني تحت 40% من المشاهدات، ما كاينش. زائد اش نقول لكم، هذه النقطة هذه بالضبط، زائد النقط، زائد الأشياء اللي أنا يا عندي مع الرحيل، مع الوليدات، مع كتعرفوا خاصني نعطي الوقت البنية تتقرا في المدرسة، تخصني نعطيها الوقت، يعني ما يمكنش ليا نحيد الوقت من وليداتي ومن داري ونعطيه اليوتيوب كامل. اليوتيوب في هذا الوقت ولا بغى مجهود أكبر، ماشي بحال من قبل كتحط الفيديو وتمشي، تحطي الفيديو، سجلي فيديو وسيري قضي اللي بغيتي وراه كيطلع في المشاهده. حاليا لا، خاصك تنزلي الفيديو، خاصك تخدمي عليه، يعني خاصك تخدمي عليه بالبارطاج، توعدي لي واحد ربع ساعه باش تبارطاجيه في المواقع الثانيه، تبارطاجيه في المواقع ديال التواصل الثانيه، فيسبوك،
تبارتاجي في تويتر، تبارتاجي في سناب، تبارتاجي في تيك توك، يعني تبارتاجي الفيديو، يعني خصك تخدمي مجهود اكبر، زائد انك تخدمي في لي جروب، تخدمي مع البنات في الجروبات، دخلي لهاد الجروب وهاد الجروب وهاد الجروب وهاد الجروب، تخدمي هنا وتخدمي هنا وتخدمي هنا باش تطلعي داك الفيديو في المشاهده. يلاه يلاه الا اقترحوا لك اليوتيوب وما كيقترحوش، يعني المجهود كيبقى مضاعف، كيولي مضاعف، يعني انت النهار كامل وانت خدامه قابطه تليفونك وخدامه مع الناس وخدامه كتشوفي هذا وتشوفي هذا وتشوفي هذا وتشوفي. وحاليا صار في اليوتيوب وانا وصلت ليها هذه من خلال الفيديوهات الاخيره، لانني انا ما بقيتش كنمشي عند الناس، لانني ما كننزلش فيديوهات، ما بقيتش كنمشي نشوف الناس الفيديوهات ديالهم، حتى حد ما بقى كيجي من الناس اللي كنعرفهم انا وعندهم قنوات، يعني الفيديوهات ديالنا كنشوفهم غير حنا بعضياتنا، غير صحاب القنوات كنشوفوا لبعضياتنا الفيديوهات، يعني ما كاينش مشاهد اللي خارج هاد لونتوغاج ديالك نتايا، اللي انت صداقاتك اللي كونتيها خارجها ما كاينش هاد صداقات فيها. الا ما مشيتيش لعند هاد الشخص ما يمكنش يجي عندك، الا ما مشيتيش انت شفتي لي الفيديو ما غاديش يجي عندك يشوف لك الفيديو ديالك، يعني تبادل مصلحه، يعني الا انت يا حصلتي بحال انا كيف حصلت انا دابا، وكيف ما بقاش عندي الوقت باش نعطي من داك المجهود اللي كنت كنعطي واللي كنت كنمشي عند الناس ونشوف 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 ونشوف، ملي ما بقاش عندي هذاك الوقت وما بقاش عندي هذاك الجهد صافي نزلت، ما بقى حتى شي حد كيدخل القناه، لان معناته ان القناه ديالي 6000 ولا 7000 اللي انا عندي كلهم قنوات، كلهم قنوات اللي انا متابعاهم اللي هما متابعيني كلهم قنوات. الا ما مشيتيش اديتي معهم واجب ما يجيوش لعندك، زائد انه فيهم واحد النوعيه واحد واحد النص ولا اي وراه النص كثر كاع من النص كيجي كيخلي لك البصمه وكيخرج في الثانيه الاولى، يعني في الثانيه الاولى الفيديو ما كيتشافش، يعني باش غادي يقترح اليوتيوب الفيديو خاصو يتشاف، خاصو يتشاف من الاول حتى لاخره، من الاول حتى لاخره، وتحط ليه لايك وتحط ليه التعليق، علاش؟ باش يحس، باش اليوتيوب يعرف ان هذا الفيديو راه مقبول في المشاهده. حنايا مع بعضياتنا حنايا اصحاب القنوات كنضروا بعضياتنا بهذه الطريقه، واحد كيجي كيقول كيخلي لك بصمته بانه راه جا صافي، كيدخل كيخلي لك واحد اليد ولا قليبات ولا اللي كان وتيخرج في الثانيه الاولى، هذاك الفيديو راه ما تشافش صافي، هذاك كيموت، كيديروا معاك الناس، كيديروا معاك عشرات الناس ولا 12 واحد ولا 20 واحد كيدير معاك هذه الطريقه، عرفوا غادي يقتل لك الفيديو صافي كيمشي، لانه الفيديو خاصو يطلع في الساعات الاولى او في 24 ساعه الاولى خاصو يكون طالع في نسبه المشاهده، يعني نسبه المشاهده طالعه، يعني مده المشاهده تكون طالعه، ماشي غير النسبه، ماشي العدد، ماشي عدد المشاهدات، ما كتبقاش في عدد المشاهدات، ولكن كتبقى في هذاك الشخص اللي هو شاف لك الفيديو شحال المده اللي شاف ليك، هذا هو اللي كيخلي الفيديوهات تقترح. بما انه احنا عندنا هذا يعني قلت لكم انا النقطه الاولى ايش هو، يعني المحتوى، النقطه الثانيه انه الناس اللي عندك في القناه ما كيتفاعلوش معاك، زائد كي قلت لكم الظرف، يعني الظروف ما كتسمحش الوحده، خاصه احنا حاليا جاي رمضان، كنتي خاصك ما امكن تعطي وقت للاسره ديالك، تعطيهم الوقت ديالهم، تعطي الوقت للوليدات ديالك، تعطي الوقت ديالك للزوج ديالك، تعطي الوقت للدار، تعطي الوقت للعباده هي الاول، يعني ما غاديش يكون لك داك، يعني انا بالنسبه ليا، بالنسبه لي انا ما بقاش عندي هذاك المجهود الكبير اللي نعطيه في هذه الفترة بالضبط، في هذه الفترة ماشي، يمكن في المستقبل تغير، يمكن من الأسبوع أسبوعين يمكن نبدأ تاني نرجع الحيوية ديالي، ولكن في هذه الظرفية هذه في هذا الوقت مع الاختبارات ديال البنية مع الوليد باقي صغير ما شاء الله عليه ريان، راه مستحيل يخليك تصوري، مستحيل نهائيا، محد وفايق دابا أنا راه مستغل الفرصة أنه ناعس، داكشي باش قاعده كنهضر انا وياكم مجمع انا وياكم، ولكن الا كان فايق مستحيل انك تصوري تمسكي الجوال والكاميرا وتقعدي كتخدمي نهائيا، ما هذه يعني دائما غتشوفوني الا كنت كنصور، غتشوفوني كنصور وهو ما هو ناعس،
الا كان كاين غتشوفوا الغاوت، غتشوفوا الغاوت في السماء وفي الارض. وما غاديش يجيكم الفيديو هذا، كتشوفوني انايا في المقاطع نهار اللي صورت هذيك المبخره محيد الصوت ودخلته من بعد، راه بالغصب كنصور وبالغصب عليه، يعني كل شيء حاطاه الفوق فوق الطاوله، الخدمه كنخدم الفوق، اي حاجه شاء. ومع ذلك كيغوت بغى يخدم معاك، بغى ياخذ معاك من هنا. يعني كاينه صعوبه فاش تصور السيده كيكون عندها وليدات، راها وتكون عندها اليوتيوب، تكون عندها قناه، والله العظيم لا الله يحسن عوانها. يعني دائما قدروا هذا المجهود هذا اللي كيبذلوه السيدات. شوفوا واحد الحاجه غادي نقولها لكم، اللي تيقول لكم انه المراه مادامها قاعده في الدار شنو بغات دير بالقناه وشنو بغات دير. شوف كاينين، انا بالنسبه ليا انا ممكن ما عندي ما ندير بها، يعني عادي شفتوني انا راه عادي، مره نصور ومره ما نصورش. ولكن قدروا مجهود ديال واحد السيدات المطر خاصه في المغرب، اللي هما بغاو يتعيشوا من هذه القناه هذه، لان يعني هذيك 1000 درهم ولا هذيك 800 درهم اللي تدخلها في الشهر، راها بالنسبه ليها الدنيا وما فيها. راه كاينين المطلقات، كاينين ارامل، كاينين اللي باقيين ما تزوجوش ومتحملين اسره، كاينه اللي ما فحالهاش، يعني واخا متزوجه راه ما فحالهاش، كاينه اللي مسكينه يعني عندها من ذوي الاحتياجات الخاصه، كاين اللي عندها وليدات من ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني فرجاء نتعاونوا مع القنوات، نتعاونوا، ما تعاونوش مع الناس اللي هما صافي راهم خداو الشهره. بيك ولا بيك هو راه هو يا ناجح، بيك ولا بيك. كي شفتي ليه الفيديو، كيفاش شفتيش ليه الفيديو، هو متعيش من الاعلانات، متعيش من الاعلانات على اليوتيوب، متعيش من الاعلانات على الانستغرام، متعيش من الاعلانات على سناب شات، ومتعيش يعني كل المواقع خدام فيها. ولكن دوك اللي باقين يلاه بادين مساكن، شدوا بيديهم حتى يوصلوا. انا ما كنهضرش على راسي، ما كنهضرش على راسي باش ما تقولوش هادي راه، لا كنهضر على هاد النوعيه من النساء، لانه فاتحين قنوات مساكن باش يتعيشوا منها، باش يحسنوا الوضع الاجتماعي ديالهم، خاصه انا كنقول خاصه السيدات. الراجل راه ما كيبقاش همه هو اليوتيوب، لانه عنده دراعه وتيخرج وتيخدم وتيجيب. الراجل ما كيتخافش عليه، يقدر يجيبها من ما كان يجيب الفلوس. ولكن المراه مسكينه راه الى اتجهت للقنوات وفتحت قناه على اليوتيوب، معناته راه ما عندهاش البديل، معناته راه ما عندهاش البديل، راه ما عندهاش القدره باش تمشي تخدم. كاين اللي ما قارياش مسكينه، كاين اللي ما قارياش باش فين غتخدم، لان كلشي ولا دابا الوظائف راه خاصها على الاقل شيء، خاصها واحد مستوى بكالوريا. يعني نقدروا هاد السيدات ديال البيوت الا بغاو يخدموا في قنواتهم، نتعاونوا معاهم، من يعني من بخصهمش حقهم. كتفرجي انتيا في قناه كبيره، اعطي شويه لواحد صغيره، يعني ما نشوفوش العدد. دائما حنايا كنشوفوا غادي نتفرج في هذه لانها في متابعينها فوق 30000 40000 50000 ك، هذه معناتها عندها محتوى. واللي ما عندها والصغيرين اللي عندها 1000 واللي عندها 2000 و3000 ما عندهاش محتوى. راه اللي في القناه الصغيره والاحسن تلقاو احسن من القنوات الكبار. القنوات الكبار غير كيكبروا وكيبقاو اي حاجه كيصوروها وصافي، ما همهمش. اما القناه الصغيره راه كتنطاق وكتخدم وكتطور، كتحاول انها تطور من التصوير، من جوده التصوير، ومن جوده الالقاء، ومن الاناره، ومن جوده المحتوى. كتقلب على المحتوى اللي زوين ولا غادي يجذب المتابع واللي فيه الافاده. ولكن القناه الكبيره راه صافي راه كبرت، في الاول كانت كتخدم هكاك، ولكن ملي كتكبر صافي ما كيبقى، كيولي اشياء كيقدموها تافهه، ما عندها حتى شي غرض، ما كتستافدي منها والو. وحده غتجيب ليا خارجه كتقدم لواحد السوق، مشات ركبت سياره، شرات سياره، شرات مضمه ديال الذهب، شرات باش فادتني انا، باش غتفيدني انا، انا غادي نشوفها شرات مضمه ديال الذهب، وانا باش واش انا استفدت. وانا غادي نشوف وحده راكبه في سيارتها وكتدور في الشوارع وكتقول لكم سيارتي بالقد وشراها ليا بالقد وعطاها ليا هديه ولا عطاها ليا باش انا استفدت. ولا انا اشتريت الشنطه هذه من الماركه الفلان فلانيه، دابا انا تفرجت فيك واش مستفدت، اش مستفدت غير انني غادي نخرج بنكبه في قلبي، لانني انا ماشي في ذاك المستوى اللي غادي اللي انت فيه.
كلامي واضح؟ يعني انا وربيت نجمع معكم اكثر، ولكن نظرا للتطويل انا ممكن باش نطول، مابقيتش بغيت نطول الفيديوهات. ان شاء الله نتلقى معكم على خير. هذا هو السبب، انا جيت شرحت لكم الاسباب اللي انايا ما بقيتش بغيت نصور بزاف، هو هذه لانه دخلت في مرحله ديال الاحباط وكنحاول نخرج منها ومازال ما لقيتش كيفاش ندير نخرج منها، لانه اللي غادي نقول لكم اليوم غنقول لكم غدا. يعني المحتوى اللي انا كنقدمه ما بغاش يطلع صافي، لا كتقدم عمل يدوية ما بغاش تطلع، روتين خدمته معاكم والو ما كيطلعش، جولات كنخرج مع نخرج نوريكم من هنا ومن هنا ما كيطلعش. فقلت خليني شوية نرتاح ونعطي وقت لراسي ولداري ونبعد شوية على اليوتيوب، لعل وعسى نغير، يمكن تغير النفسية ديالي ونجيب شي حاجة اللي نتوما كتبغيو. باقي ما عرفتش اشنو بغيتو، قولوا لي في تعليقاتكم اشنو نتوما بغيتو من فاطمة تقدموا لكم، غير قولوا وانا معكم، اللي كمطلبوش مني نقدم لكم اشياء خاصة، حياتي الخاصة وحياة عائلتي لا الكبيرة ولا الصغيرة. ما توقعوش مني شي نهار انني غادي نجي نحكي لكم عن مشاكلي وازماتي وظروفي، ولا نحكي لكم شنو دار ليا ولا شنو فعلت ليا فلانة، ولا ما توقعوش مني اني نتخاصم مع شي وحدة ونجي نهضر فيها معاكم. هذه ما طلبوهاش مني، قولوا لي اشنو المحتوى اللي ممكن انتم بغيتوا تستافدوا منه وانا معاكم. والى اللقاء، كنتمنى لكم حظ موفق، كنتمنى لكم السعاده في كل اوقاتكم، ان شاء الله نتلاقاو على خير ورمضان مبارك.